أهلا بكم من جديد وبداية جولتنا في الصحف المحلية من جريدة الصباح ونطالع أبرز العناوين فيها. الرئاسات الثلاث تشدد على أهمية تطوير العلاقات المشتركة. مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه للعراق في محاربة الإرهاب. البرلمان يرجئ الاستجوابات إلى ما بعد العطلة التشريعية. المرور لا حل لزحامات بغداد من دون تفاوت دوام الموظفين. وخلية أزمة للبحث عن الطيار العراقي المفقود في اليونان. وزير الصحة الدفعة الأولى من لقاح كورونا تصل خلال 3 أسابيع. وأيضا المفوضية تصادق على 235 حزبا للمشاركة في الانتخابات. وآخر العناوين في الصباح: التربية تؤجل امتحانات الدراسة الابتدائية. مشاهدينا، هذه كانت أبرز العناوين التي تناولتها جريدة الصباح لهذا اليوم. نذهب وإياكم إلى الزوراء ونطالع أبرز ما عنونته في صفحتها الأولى. حدد أهداف الورقة البيضاء وأكد تضمينها جدولا زمنيا للتطبيق. مستشار الكاظمي: البنك المركزي يساهم بتمويل الموازنة بنسبة 70%، وسعر الصرف سيكون ثابتا. خلال لقائه الرئاسات الثلاث في بغداد، الحجرف يؤكد التزام مجلس التعاون الخليجي بدعم أمن وسلامة العراق وسيادته الكاملة. النفط: إيراداتنا النفطية لشهر كانون الثاني تجاوزت 4 مليارات دولار. أيضا أكد أن التحقيق في تهريب العملة وصل لمراحل متقدمة. القضاء يرصد مخالفات وعمليات تزوير لبعض المصارف في مزاد العملة. والتربية تحدد 20 شباط موعدا جديدا لامتحانات نصف السنة. مشاهدينا، أما آخر الصحف المحلية فهي صحيفة الصباح الجديد ونطالع أبرز ما نشرت. المالية النيابية: الحكومة لم ترسل موازنة وإنما ورقة مالية للتخلص من المسؤولية. أسعار النفط ترتفع بفعل خفض الإنتاج وبرامج التطعيم ضد كورونا. خطط بديلة لحكومة الإقليم في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحادية. النفط: لجان مشتركة لتلبية متطلبات وزارة الكهرباء من الوقود. وآخر العناوين في الصحف المحلية: البنك المركزي يؤمن حزمة من القروض لدعم قطاع السكن. مشاهدينا، هذه كانت أبرز العناوين التي تناولتها الصحف المحلية لهذا اليوم. بعد الفاصل إليكم أبرز المقالات. ومن صحيفة الصباح، حيث كتب حسين رشيد مقالا تحت عنوان: الحكم غيابيا هل يكفي؟ نقرأ منه هذه السطور: أقرت محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة الحكم غيابيا بالحبس لمدة 5 سنوات بحق المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق لإضرارها بالمال العام. وقبل أيام أكدت هيئة النزاهة ضبط مسؤولين بمحافظة بغداد بتهمة تلقي رشا مقابل صرف مستحقات شركة لنصب الكاميرات. الحكم غيابيا قد يكون السمة الأغلب في قضايا الفساد الكبيرة بعد هروب المتهم وتمتعه بما سرقه وهربه من دون أن تكلف الجهات المعنية نفسها بالبحث عن المجرم. الإرهاب والفساد لا يختلفان بشيء عن بعضهما، فكلاهما آفة أهلكت المجتمع العراقي فضلا عن ارتباطهما الوطيد. فالفساد أنتج إرهابا معينا استهدف بنية الاقتصاد العراقي، والإرهاب أنتج أشكالا من الفساد لأجل توفير الحماية للإرهابيين والمجرمين. التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية بيّن أن العراق في المرتبة 60 بعد 100 من مجموعة 180 دولة في مؤشر الفساد، ولا تزال موازنات البلاد السنوية منذ العام 2014 حتى موازنة العام الماضي من دون حسابات ختامية،
كما لا تزال هناك قرابة 6000 مشروع متوقف بسبب الفساد والإفساد منذ العام 2013. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن أبرز ما تناولته الصحف المحلية لهذا اليوم ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف الباحث في الشأن السياسي غانم العيفان. أهلا ومرحبا بك سيد غانم في طبعة اليوم. يعني بداية نتحدث عن الانتخابات، يكثر الكلام عن الإشراف والرقابة، في البدء ما الفرق بين الاثنين الإشراف والرقابة، ولماذا هناك تأييد ورفض لهذين الأمرين؟ بداية شكرا جزيلا لكم ولمشاهدي ومتابعي قناة العراقية. يعني بكل تأكيد أعتقد الإشراف يعتبر الإشراف الأمم، والرقابة هي رقابة المؤسسات التي تشرف على نزاهة الانتخابات وشفافيتها حتى تكون يعني حقيقة تخرج بنتائج مقبولة، يعني حقيقة يعني تحاول أن تعالج عملية القناعات السلبية التي جاءت نتيجة الانتخابات السابقة بأن هذه الحكومات التي دائما ما تنتج نتيجة انتخابات مزورة، وأن البرلمان حقيقة ممثلي غير حقيقي، وهذه التهم كثيرة جدا. حقيقة هذه التهم يعني سببت كثير من عملية الفجوة والقوة بين المواطن وبين حتى الحكومة. لكن يعني اليوم هنالك أصوات كثيرة حتى ننجح هذه العملية الانتخابية، يعني باعتبار أننا لا نمتلك بدائل في العراق. يعني إذا ما أردنا أن نعزف عن الانتخابات ونرجو النظام الانتخابي، ما الذي نذهب إليه؟ هل نذهب إلى نظام شمولي ديكتاتوري؟ بكل تأكيد هذا مرفوض. لكن الانتخابات اليوم تطالب القوة الناشئة السياسية، القوة الحديثة، القوة السياسية الصاعدة صح التعبير، القوة التي بكل تأكيد تريد أن تساهم، تريد أن ترسم مسارات جديدة لتصحيح ومسار عملية سياسية، نعم، حتى تضمن مشاركتها، باعتبار أن الإمكانيات يعني متفاوتة بينها وبين القوى الكبيرة. دائما ما تحاول وتحث وتطالب بأن تكون هذه الانتخابات انتخابات مزيهة، انتخابات تختلف عن ما سبقها من انتخابات. وبالتالي أنا أعتقد اليوم الحكومة العراقية حقيقة وضعت يعني لمسات مهمة جدا من خلال وضع الانتخابات المقبلة تحت إشراف أممي، وهذا أمر أنا أعتقد تم حسمه وتم الاتفاق عليه. وأنا أعتقد إذا ما كانت هنالك إشراف أممي محايد، نستطيع من خلالها أن نصل إلى يعني نسبة معقولة من نزاهة الانتخابات في المرحلة المقبلة. دكتور غانم، يعني الكثير من المختصين يقولون بأن الانتخابات العراقية تكتسب اهتماما خارجيا فضلا عن الداخلي، لماذا برأيك هذا الاهتمام والانشغال بالانتخابات العراقية؟ يعني الاهتمام الخارجي المجتمع الدولي بصورة عامة حقيقة لا زال يراقب يعني عملية نجاح هذه التجربة باعتبارها تجربة ذكية في العراق، وبالتالي هو يسعى لإنجاح هذا النموذج في عموم المنطقة ضمن مشروع حقيقة يعني بدأ في العراق ويراقبه عن كثب، ويريد لهذه الانتخابات أن تخرج بغض النظر عن طبيعة القوى التي تفرزها الانتخابات. بعض القوى الإقليمية بكل تأكيد ترعى أطرافا مختلفة هنا وهناك، وبالتالي الرعاية الدولية تختلف عن الرعاية المحلية عن الرعاية الإقليمية. يعني الرعاية الإقليمية دائما ما تذهب إلى تنزل إلى مستوى الصراع ومستوى التنافس بين القوى المحلية. لكن بكل تأكيد العراق يحظى باهتمام دولي ليس في هذا الشأن، في يعني مفاصل كبيرة جدا، نعم، له اهتمامات يعني من الناحية الجغرافية، من الناحية السكانية، من الناحية الاقتصادية. العراق يعني في قلب العالم جغرافيا، وبالتالي هذه الاهتمامات الانتخابات تعتبر جزء مكمل من هذه الاهتمامات التي تنظر إليها المجتمع الدولي لإنجاح تجربة الديمقراطية في العراق. دكتور، أثارت زيارة بلاسخارت لإيران جدلا، كيف تقرأ هذه الزيارة؟ يعني بكل تأكيد هي فيها بعض يعني يعني انا استطيع ان اقول ان ممثلة الامم المتحده في العراق خاضت حوارا ومطولا وخاضت تفاوضا مع القوى التي حقيقه ناهضت الوجود الاجنبي في العراق كقوى الفصائل المسلحه. وبالتالي انا اعتقد انها لم تصل الى نتيجه مرضيه حقيقه تحاول من خلالها يعني وضع ان صح التعبير هدنه او ان صح التعبير ان تضع تحد تنتزع هذا الخلاف، باعتبار هذا الخلاف خلاف كبير يؤثر حتى على سياده العراق بصوره عامه، باعتبار ان الـ 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 يعني
الوفود الدولية والمتواجدة في العراق والسفارات هي في بإرادة الحكومة العراقية، وبالتالي الحكومة كسيادة مطلوب منها أن تحافظ على هذا التعداد. والخيار الذي يكون أمام الحكومة هو الذهاب لفتح جبهة محلية، هذا خطر كبير. وبالتالي رأت أعتقد يعني ضمن رؤيتي الخاصة أن ممثلة الأمم المتحدة رأت أن هنالك تأثير كبير جدا من الجانب الإيراني على البعض المتواجد هنا، وبالتالي ذهبت حقيقة لتفاوض الجانب الإيراني على إنجاح أيضا العملية الانتخابية وأيضا انتزاع فتيل الأزمة من المنطقة بسرعة. نعم دكتور غنم، دعنا ننتقل إلى ملف آخر وهو ملف الموازنة. في ظل موقف المحافظات المنتجة، كيف تتوقعون تمرير الموازنة وكيف سيكون التصويت؟ يعني بكل تأكيد سيدة الموازنة تمر بمحاض عسير، هنالك لا زال خلافات كبيرة تضع على هذه الموازنة. هنالك المحافظات المحررة تنظر حسام الموازنة على أنها موازنة قليلة لا تناسب وحجم الضرر الذي تعرضت له، والمحافظات المنتجة وحقيقة يعني هنالك سوء في إدارة الخدمات الصحة التعبير أيضا ترى بأن حصتها من الموازنة لا تتناسب ومع حقيقة إمكانيتها باعتبارها هي المنتج الرئيسي لنفط العراق. وبالتالي أنا أعتقد لا بد من الذهاب لتوافق سياسي شامل يستطيع وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء هذه الموازنة، وخصوصا أن يعني الحكومة العراقية وما تعهدت به من برنامج يعني جميعها يتعلق يعني تعلق مباشر وارتبط ارتباط لصيق بإقرار الموازنة. الموازنة يجب أن لا تتأخر أكثر، ويجب يعني حلحلة المشاكل العالقة عليها بطريقة التسوية السياسية كما عهدنا جميع المشاكل أن نذهب إليها بهذه الطريقة. نعم دكتور، وفد الإقليم يتفاوض للحصول على حصته، هل ينطبق هذا الأمر على المحافظات الأخرى أيضا؟ يعني الوضع بالإقليم يختلف تماما سيدتي. وفد الإقليم يعني نعم. كما تعلمي أن هنالك خصوصية يرى الإقليم يرى خصوصية من ناحية العلاقة مع المركز، يعني يتعامل مع المركز على أنه إقليم. المحافظات الأخرى يعني دائما هي ما تخضع للحكومة المركزية حتى وإن كانت لديها مطالبات، لكنها تعتبر مطالبات صحة التعبير عائلية صحة التعبير، يعني مطالبات محلية، لكن باعتبار أن الحكومة المركزية تشرف بصورة مباشرة. لكن الإقليم دائما ما حقيقة يعني تكون مفاوضاتها مفاوضات إقليم باعتبار أنه يعني حصل على نوع من الاستقلاليه صح التعبير، وبالتالي هو يذهب الى بغداد بشكل رسمي يفاوض على حصته وانهاء الخلافات العالقه بينه وبين بغداد. انا يعني ارى من الضروري جدا ان يعني حقيقه تحل جميع المشاكل العالقه مع الاقليم بطريقه الاتفاق، وان لا ترحل يعني كل حكومه تاتي ترحل المشاكل للحكومه المقبله. الاتفاق مع الاقليم يجب ان ينضج، ويجب ان يحدد وفق القانون، وان لا يترك الامور لحقيقه الرغبات المختلفه للحكومات المختلفه. نعم الباحث في الشان السياسي دكتور غانم العيفان كنت معنا مباشره عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك الينا. مشاهدينا الى الصحافه العربيه والعالميه بعد هذا الفاصل. مشاهدينا نبدأ جولتنا في الصحف العربية والعالمية من صحيفة الأهرام المصرية ونطالع فيها. تونس تعلن عن تهديدات بانتحار جماعي من عاطلين عن العمل. أعلنت تونس أنه قد قامت مجموعة من العاطلين عن العمل في تونس بالتهديد بشأن تنفيذ عملية انتحار جماعي، كما وقد أفادت إحدى القنوات التونسية أن من يهددون بالانتحار من أصحاب الشهادات العليا وقد تجاوزت أعمارهم 45 سنة. هذا وكانت قد أضافت القناة أنه إذا ما صحت تسريبات بخصوص إقصائهم من الانتداب وفق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بإحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة 10 سنوات أو أكثر.
مشاهدينا، ونبقى في الصحف العربية وإلى الدستور الأردنية، وقد نشرت لبنان تعلن توقيف 18 لبنانيا وسوريا بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية. أوقف الجيش اللبناني 18 لبنانيا وسوريا في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية لصالح تنظيم داعش. وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات في منطقة عرسال وبعد سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين أوقفت خلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي مكونة من 18 شخصا لبنانيا وسوريا. مشاهدينا، ومن الاتحاد الإماراتي نقرأ: السيسي يدعو لتكاتف عربي ضد الإرهاب. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن. جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي أمس عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الاستخباري، وذلك بمناسبة افتتاح مقره بالقاهرة بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية. مشاهدينا، أما آخر الصحف العربية لهذا اليوم، صحيفة الرأي الكويتية، ومنها: وزير الخارجية الأمريكي يدرس فرض عقوبات على كوريا الشمالية وروسيا وإيران. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الإدارة الجديدة قد تدرس فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وربما اتخاذ إجراءات ضد روسيا أيضا في إطار مراجعة الوزارة للسياسة الخارجية، لكن بلينكين لم يعلن التزامه بعقوبات معينة على روسيا، فيما ناقش الوضع المتعلق بالمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني والتدخل في الانتخابات الروسية والطاقة الشمسية ومزاعم عن منح للجنود الأمريكيين في أفغانستان. مشاهدينا، ننتقل وإياكم إلى الصحافة العالمية، وفيها من صحيفة الاندبندد نطالع: رئيس الوزراء البريطاني يصرح من السابق لأوانه تخفيف إجراءات الإغلاق رغم المؤشرات على تراجع إصابات كورونا. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين أن هناك مؤشرات على أن إجراءات الإغلاق نجحت في خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلاده، لكنه أكد أنه من السابق لأوانه للغاية تخفيف القيود خشية أن يؤدي ذلك إلى خروج الوباء عن السيطرة. مشاهدينا، أما صحيفة واشنطن بوست ومنها: أمريكا تصرح حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى ما يفوق 26 مليونا والوفيات 441,331. ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال 24 ساعة لتصل إلى 26 مليون و200 ألف حالة إصابة. جاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي وهو 0.6%. مشاهدينا، ومن الصحف العالمية أيضا صحيفة ديلي ميل، ومنها: سفيرة فرنسا تؤكد تمسك بلادها بمبادرة الرئيس ماكرون تجاه لبنان.
أكدت السفيرة الفرنسية في لبنان أنجريو خلال لقائها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بيري بعد ظهر أمس الاثنين تمسك بلادها بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه لبنان. والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بيري السفيرة الفرنسية في لبنان أنجريو حيث جرى عرض للأوضاع العامة بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبيري. والختام في العالمية من صحيفة ذا تلغراف، ومنها الصين تقدم مساعدات في شكل لقاحات كورونا إلى 14 دولة نامية. قدمت الصين مساعدات في شكل لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى 14 دولة نامية، وستضيف 38 دولة نامية أخرى إلى قائمة المستفيدين من هذه المساعدات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ وين بين في تصريح تعليقا على وصول أول دفعة من جرعات لقاح كوفيد-19 من شركة سينوفارما التي تبرعت بها الحكومة الصينية. مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى الأخبار الاقتصادية بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، والبداية لأخبار المال والأعمال مع صحيفة القبس، ونقرأ فيها تباطؤ نمو المصانع في بريطانيا بسبب كورونا والبريكست. أظهر مسح نشر أمس الاثنين أن المصنعين البريطانيين واجهوا ضربة مزدوجة الشهر الماضي بسبب اضطراب حركة الشحن عالميا جراء تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا مصحوبا بحواجز تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي. ومن صحيفة الاقتصادية السعودية نقرأ ارتفاع إجمالي صادرات العراق النفطية إلى 2,868,000 برميل في كانون الثاني. قالت وزارة النفط أمس الاثنين أن صادرات العراق النفطية زادت إلى 2,868,000 برميل يوميا في كانون الثاني. وأضافت الوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب البلاد بلغت 2,770,000 برميل يوميا في كانون الثاني ارتفاعا من 2,750,000 برميل يوميا قبل شهر. مشاهدينا، جولتنا مستمرة بعد هذا الفاصل. وفي الشأن التكنولوجي، ومن صحيفة اليوم السابع نطالع فيتنام تصرح نعمل على زيادة النمو والتحول لمركز تصنيع إقليمي. تعمل فيتنام على تجنب تداعيات جائحة فيروس كورونا بإنعاش اقتصادها على مدى السنوات الخمس المقبلة، وثقة في مزيجها المخصص من صفقات التجارة الحرة والمخصصة وقيود كوفيد-19 المشددة، حيث تتسلح بمجموعة من صفقات التجارة الحرة التي يحصد عليها أقرانه الإقليميون ويجذب المصانع بشكل متزايد بعيدا عن الصين. ومن صحيفة النهار نقرأ سيارات تسلا الكهربائية الجديدة ستبدل تلقائيا بين الوقوف والرجوع والقيادة. ذكر مصدر أن موديل S والموديل X المعاد تصميمها من تسلا سيحتوي على ميزة جديدة تتمثل في التبديل التلقائي بين الوقوف والرجوع والقيادة، حيث سيكون هناك خيار لتغيير أوضاع القيادة على الشاشة التي تعمل باللمس. وطرح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قضية التبديل التلقائي على تويتر، حيث كتب في تغريدة: توقعات السيارة تقود الاتجاه بناء على العقبات التي تراها السياق وخريطة التنقل. مشاهدينا، إليكم أبرز ما تناولته الصحف لهذا اليوم في شأن الصحي بعد هذا الفاصل.
وفي الشأن الصحي، ومن صحيفة الدستور الأردنية نطالع: لقاح فايزر يعطي حماية بنسبة 95% بعد إعطاء الجرعة الثانية. قالت مجلة نيوزويك: يبدو أن لقاح فايزر وموديرنا يوفران بعض الحماية بعد الجرعة الأولى، لكن تقييمات فعاليتهما الرئيسية تستند فقط إلى تقييمات الأشخاص الذين تلقوا جرعتين. وأفادت التجارب السريرية التي قيمت اللقاح الذي يتطلب جرعتين بفاصل 21 يومياً فعالية بنسبة 52% بعد الجرعة الأولى. في تجربة المرحلة الثالثة واسعة النطاق، تم إعطاء المشاركين إما جرعتين كاملتين بفاصل 21 يوما أو دواء وهميا. ومن الأخبار الصحية أيضا، كتبت صحيفة البيان الإماراتية: بريطانيا تحذر، قيود الاتحاد الأوروبي على اللقاحات تهدد حياة البريطانيين. حذر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني من أن القيود الذي يفرضها الاتحاد الأوروبي على اللقاحات تعرض حياة البريطانيين للخطر بسبب الضوابط التي أصدرها حول تصدير لقاحات فيروس كورونا، خاصة بعد النزاع القائم بين دول الاتحاد وشركة أسترازينكا أكسفورد حول نقص الواردات الخاصة باللقاح. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن أبرز ما تناولته الصحف لهذا اليوم في شأن الصحي، ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف عضو فريق تعزيز الصحة دكتورة مها عدنان. أهلا ومرحبا بك دكتورة مها في طبعة اليوم. يعني بداية، الجهد الكبير الذي تبذله الكوادر الصحية بحملتها الوطنية للتحري الوبائي، ما هي الدواعي لهذه الحملة؟ أهلا وسهلا، مرحبا بكم بالمشاهدين الكرام. تحية اهلا وسهلا. بصراحه هي قامت وزاره الصحه بتوجيه لدوائر الصحه، ودوائر الصحه مشكوره ايضا بحملات واسعه المدى لعمل فحوصات للكشف عن عدد من الناس في اماكن التجمعات السكانيه الكبيره. عمل هذه الفحوصات، اجراء فحوصات من خلال الدم ومن خلال المسحات لاكتشاف الحالات الغير مشخصه بمرض كورونا. وقد قامت دائرة صحة الكرخ ودائرة صحة الرصاق وأيضا عدد من الدوائر بإطلاق هذه الحملة منذ فترة، يعني تقريبا قبل شهرين أو أكثر في هذه الحملات. نعم، طيب دكتورة، ما هو تقييمكم لهذه الحملة وما هي النتائج التي أسفرت عنها إلى الآن؟ طبعا الحملات يعني هي كلش ناجحة، وتقييمنا إلها أنه الحمد لله والشكر ساعدت في اكتشاف عدد كبير من الحالات التي لم تكن مشخصة، وبالتالي فساعدتنا من خلال الاكتشاف من أنه نصل توجيهات للأشخاص المصابين بالفيروس بالالتزام بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن المناطق اللي هي مكتظة لكي نمنع من انتشار الفيروس بشكل أوسع. دكتورة، هل تم تشخيص ارتفاعا بالإصابات في مناطق دونا عن المناطق الأخرى؟ بصراحة خلال الأسبوعين الفاتت سجل الموقف الوبائي تزايد في عدد الحالات، وخصوصا في عدد من دوائر الصحة، بالأخص الذكر دائرة صحة الكرخ، كربلاء، نجف. لا يعني الموقف الوبائي يعرض كل يوم، ونلاحظ أنه أكو تزايد لكن ليس بالتزايد الكبير. حالات الشفاء لحد الآن الحمد لله 95%، والوفيات هي ثابتة، لا يوجد تزايد في عدد الوفيات، فالموقف الوبائي لحد الآن هو مسيطر عليه والحمد لله. نعم دكتورة، كما تعلمين تم تحديد وصول اللقاح خلال الأسابيع المقبلة، والحديث أيضا عن وصول 3 ملايين جرعة، كيف سيتم توزيعها؟ وبصراحة في آخر بيان أصدره معالي وزير الصحة الدكتور حسن عن وصول جرعة بحدود 1.5 مليون إلى 3 ملايين جرعة في نهاية شهر شباط إن شاء الله، سيتم توزيع هذه الجرعات بحسب الأولوية للفئات المستهدفة، هي منتسبو وزارة الصحة ومنتسبو الجهات الأمنية بكافة أنواعها، وكذلك للفئات العمرية الكبيرة بالسن 50 سنة فما فوق، وأيضا لموظفي ومنتسبو الإعلام.
نعم. طيب دكتورة، عند البدء بالتلقيح هل برأيك سنشهد تراجعا بعدد الإصابات؟ إن شاء الله عند وصول اللقاح وإجراء عملية التلقيح وإعطاء اللقاح للمواطنين ممكن إن شاء الله نتوقع أنه قل بعدد الإصابات، على الأقل إحنا راح نمنع الإصابة الشديدة وراح نمنع انتشار الإصابة من قبل الأشخاص لأشخاص آخرين، فإن شاء الله نتوقع يعني نتائج جيدة بإذن الله. دكتورة مها، هل هناك جرعات إضافية قد تصل قريبا إلى العراق؟ طبعا ان الوزاره يعني تعمل على جلب جرعات اضافيه من خلال اتفاقيه ماسك كوفاكس اللي اتفقت بها وزاره الصحه لجلب حوالي 16 مليون جرعه لقاح اضافي الذي يتم توزيعها على الفئات المستهدفه وبشكل اوسع النطاق في حال توفر جرعات اكبر. دكتوره سؤال اخير، كيف تتابعون الموقف الوبائي العالمي؟ وزارة الصحة في متابعة مستمرة للموقف الوبائي العالمي من خلال الجهة المسؤولة، طبعا هي عن موقف الوبائي العالمي هي منظمة الصحة العالمية، هي المسؤولة عن إعطاء الموقف الوبائي لدول العالم فيما يخص مرض الكورونا، فوزارة الصحة تقوم بالاطلاع والتنسيق لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص ظهور عدد حالات أو السلالات الجديدة في الدول الأخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب الضرورة. نعم، عضو فريق تعزيز الصحة دكتورة مها عدنان كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. مشاهدينا إلى أخبار الثقافة والفنون بعد هذا الفاصل. وإلى أخبار الثقافة والفنون، كتبت صحيفة رايا القطرية لوحة القناة اليابانية ليفان تشوخ للبيع بعشرة ملايين دولار. تعرض عائلة تاجر فنون في لندن لوحة للفنان فان كوخ مستوحاة من اليابان لفتاة من بروفانس رسمت عام 1888 بسعر يصل 10 ملايين دولار، ويقام المزاد في آذار المقبل. ومن الممكن أن تؤدي هذه اللوحة للكشف أن أعمال فان كوخ قد نهبت خلال الحقبة النازية، خاصة أنه لم يتم تحديد المالك الحالي من قبل دار كريستيز، ولكن اللوحة ترجع إلى عائلة تاجر الفنون توماس جيبسون. ومن أخبار الثقافة والفنون أيضا، كتبت صحيفة الأهرام المصرية فتح باب التقديم لجائزة هيكل للصحافة العربية. أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن فتح باب الترشح لجائزة الصحافة العربية بدءا من يوم أمس الأول من شباط عام 2021 ولمدة 3 أشهر، على أن يكون آخر موعد للتقدم للمسابقة يوم الاثنين الموافق 31 من آيار عام 2021. وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، ويتم منحهما في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في 23 من أيلول من كل عام. مشاهدينا، ننتقل وإياكم إلى الأخبار المنوعة بعد هذا الفاصل. ومن الأخبار المنوعة، اخترنا لكم ما نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية فاكسي، مصطلح جديد يجتاح السوشيال ميديا بسبب سيلفي لقاح كورونا. جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ارتبطت بجائحة فيروس كورونا المستجدة وتلقي اللقاح وهي فاكسي، وهي عادة مواقع التواصل الاجتماعي في ابتداع مصطلحات تناسب وتعكس ما يعيشه العالم ويشغله. وفي هذا السياق ظهر مصطلح فاكسي وهي صور السيلفي لحظة تلقي لقاح كورونا، وبدأ الأمر من جانب الأطباء أولا بوصفهم الفئة التي تصدرت قائمة الأشخاص الأحق والأولى بتلقي اللقاحات لمساعدتهم على تأدية وظائفهم وحمايتهم من التقاط عدوى الجائحة.
ومن صحيفة اليوم السابع المصرية نطالع مغني راب أمريكي يخطط لزراعة الماسة في وجهه بقيمة 24 مليون. بينما يكافح بعض الأشخاص لتغطية نفقاتهم، يحاول أحد فناني الراب زراعة الماسة في وجهه والتي تبلغ قيمتها 24 مليون دولار أمريكي. وقد قرر مغني الراب والهيب هوب الأمريكي سام توت أن يستثمر الكثير من المال على زراعة ماسة وردية في رأسه بهذا المبلغ الباهظ. مشاهدينا، أبرز ما تناولته الصحف لهذا اليوم في شأن الرياضي بعد هذا الفاصل. ونشرت صحيفة النهار هيرتا برلين يعلن ضم سامي خضيرة رسميا. أعلن نادي هيرتا برلين الألماني ضم سامي خضيرة نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي أمس الاثنين قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية بعقد مدته موسمين ونصف. نشرت الصحيفة الرسمية لنادي هيرتا برلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة أعلن النادي من خلالها التعاقد مع سامي خضيرة الفائز بلقب كأس العالم مرة واحدة، دوري الأبطال مرة واحدة، الدوري الألماني مرة واحدة، الدوري الإسباني مرة واحدة، الدوري الإيطالي مرة واحدة، كأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس إيطاليا ثلاث مرات. وأيضا في صفحتها الرياضية نشرت صحيفة القدس العربية جاري نيفل يصرح محمد صلاح أكثر هدوءا من ماني ويتطلع للعب في بلد آخر. كشف جاري نيفل نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق الأسباب التي تدفعه لمنح الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الأفضلية على سنغالي ساديو ماني. وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على وستهام يونايتد بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي، حيث أحرز هدفين في المباراة. وقال نجم مان يونايتد السابق السبب وراء تفضيلي لصلاح عن ماني هو أن صلاح أكثر هدوءاً. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى فقرة الكاريكاتير، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام جولتنا في الصحف لهذا اليوم، شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.